بمعنى آخر أن إيران لم تعد تخدمها انتهازية حيدر العبادي الذي أمضى 4 سنوات وهو يمارس كل فنون التقية واللعب على الحبال، فيتظاهر مرة بموالاة الأمريكان وإعادة علاقات مع حاضنته العربية مرة أخرى لشراء الوقت وتهدئة خواطر الغاضبين إلى أن يحين موعد الخلاص. وقد حان، فقد أدى هو ورفاقه في الحزب دورهم كاملاً ومنحوا إيران الوقت الكافي اللازم لبناء حرسها الثوري العراقي الذي سيتسلم السلطة ويحكم منفرداً ليس بالشرعية التي استمدها من جماهير الناخبين بحرية ونزاهة، بل بقلة الذوق والضمير وبأخلاق العصابات والتلويح علناً بسطوة العمائم الإيرانية التي لن تسمح لأي عراقي أياً كان بأي يشاركها بأي حصة وبأي صيغة في إدارة المستعمرة العراقية بعد اليوم. وباستعراض المسلسل كله من أول أيام مجلس الحكم سيء الصيد عام 2003 وإلى اليوم، لرأينا كيف بدأ العمل الإيراني الدؤوب في تهيئة الأجواء وتمهيد الطرق وتغيير البنى التحتية السياسية والأمنية والعسكرية والتعليمية والإدارية في العراق خطوة خطوة.